السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس وتصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة وقناة منوعة تخص البيت المصري كله. النهاردة عاملة لك ريفيو حلو جدا عن ايلاينر ام ان اللي اتشهر بطريقة رهيبة، وفي ناس مش عارفة اذا كان حلو ولا لا، وفي ناس بتقول حلو. النهاردة هقول لك تجربتي معاه وهقول لك مميزاته وعيوبه. اولا، ده شكل الايلاينر بتاعي، بيجي في العلبة دي وده شكله، بيبقى قلم كده ومن جوه بيبقى السن بتاعه عامل كده اهو. ده شكل الايلاينر بتاعي، شياكه جدا يعني. تمنه من 25 ل 40 جنيه على حسب كل محل. طيب ايه مميزاته يا نينو؟ مميزاته انه ثابت، بيظبط معايا طول اليوم، ممكن يقعد معايا 12 ساعه تمام، بس ما ينفعش مع البشره الدهنيه. يبقى انا اقول لك الحاجه واقول لك برده عيوبها. لو انت بشرتك دهنيه ما يمشيش معاكي، لان هو بيسيح عشان مش مقاوم للميه. فلو بشرتك دهنيه مش هينفع معاكي، يا اما لازم تحطي بودر على جفن العين تسحبي بيه الزيوت اللي هي على جفن العين عشان يثبت معاكي تمام. عايزه اقول لك ان هو للمبتدئين سهل جدا. لو انت لسه مبتدئه وعايزه تشتغلي بيه، هو سهل جدا في الاستخدام، لان الفرشه بتاعته مش اللي هي بتروح وتيجي، لا، الفرشه اللي ماسكه نفسها الثابته دي، اللي هما بين الدبلاينر والايلاينر، اللي انت تقدري تتحكمي فيه وتعرفي ترسمي. بس عايزه اقول لك برده ان انت لما بتيجي ترسمي بيه بيبقى الخط بتاعه في الاول تقيل، ولما بيقعد على العين شويه بيبدا يخف، فلازم تزوديه مره واتنين عشان يظبط معاكي الدرجه اللي انت عايزاها. يعني لازم تتقلي ايدك في القلم شويه، ان انت لان لو ما تقلتيش ايدك هتلاقيه بيقطع معاكي، فلازم تتقلي ايدك تمام. عايزه اقول لك ان هو مش مقاوم للميه، يعني انت لو في مكان وجات ايدك فيها ميه وجات على عينك، هو مش مقاوم للميه نهائي. فهي دي مشكلته، ان هو مش مقاوم للميه. بس هو مميزاته ان هو ثابت، لو حطيتي بودر وحطيتيه عليه هيثبت معاكي. لو مثلا لو انت بشرتك جافه او كده مش دهنيه هيثبت معاكي. بس هو حلو جدا كمبتدئين، ولو انت بتحبي ان انت تجربي حاجات كتير هو حلو جدا. اما بالنسبه لثمنه فهو من الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تجربي فيها لو انت لسه بتتعلمي. انما مميزاته هو الثبتان، ان هو ثابت معاكي، وان هو خطه ان انت لو تقلتيه وظبطتيه وان انت تقدري تتحكمي فيه، هي دي حلاوته، اللي هو السن بتاعه تعرفي تتحكمي فيه. عايزه اقول لك ان في ناس بتشتكي ان هو بيفصل منهم بعد اول استعمال، تيجي تستخدمه تاني تلاقيه فاصل. ليه؟ لان بيسيبوا الغطا بتاعه مفتوح، وده اكبر عيب، لان هو لما بيتعرض للهواء بينشف. الايلاينر ده تستخدميه وتقفليه في ساعتها، ما تسيبهوش مفتوح، ولازم تسيبيه كده، تخلي السن لتحت وتخليه كده، لان هو لو سبتيه عكستيه هيفصل، فلازم تخليه دايما كده. وقبل ما تشتغلي بيه ترجيه، ويا ريت وانت عند الراجل تختبريه، تشوفي السن بتاعه شغال ولا لا، عشان تلات ارباع الايلاينر اللي في السوق دلوقتي بيجيبيه بيبقى السن بتاعه بايظ، بيبقى فيه عيب، فلازم تتاكدي من النقطه دي. يبقى احنا كده عرفنا مميزاته، ان هو ثابت، ان هو خطه تقيل ممكن تتحكمي فيه، بس لما بيقعد شويه بيخف، فانت ممكن تتقليه مره تانيه. ان هو حلو جدا للمبتدئين، ان هو الفرشه بتاعته حلوه جدا، لانه ما بين الايلاينر والدوبلاينر تقدري تتحكمي فيه. انما بقى عيوبه زي ما اتفقنا ان هو مش مقاوم للميه. بصوا يا بنات برضو اهو تجربه اهو، بصوا هنسيبه بقى ينشف وهنشوف شكله اهو، بيبقى كده. بصوا حلو جدا، هو حلو قوي يعني، مش وحش. بس هو عيبه الوحيد ان هو مش مقاوم ميه، وان هو بيقطع، لازم تضغطي عليه وانت بتشتغلي بيه، ما ينفعش ان انت تحطي منه كده واحده واحده، لازم تضغطي عليه عشان يرسم معاكي ويديكي الخط اللي انت عايزاه. وحلاوته ان انت تقدري تحكمي في الخط تقيل او رفيع. بصوا بقى اهو، اجي بقى امسحه كده، بصوا اهو، بصوا بيطلع في الايد، لا ما بيطلعش، بس تحس ان هو بيخف شويه. وهو ده لما بيهدى بيديني بقى الدرجه اللي هي اخف من اللي انا كنت حاطاها درجه كده، بيبقى فرق درجه بسيطه. بس بقى اجي امسحه بقى بالميه، جت عليه ميه، بصوا يتمسح بكل سهوله. هو ده عيبه، انما هو كايلاينر على ثمنه، لو انا مبتدئه وعايزه اجرب يستحق التجربه، وان انا ما اجربش في حاجه غاليه، حاجه على قد ايدي. انما لو انا عايزه حاجه
واو ثابته عايزاها مقاومه للميه، كنا انا بروفيشنال واقدر ان انا اتحكم في الايلاينر بتاعي وان انا واخده عليه. فده حلو جدا للمبتدئين، ممتاز ممتاز للمبتدئين، لان كمان سهل ان انت تحطيه وتمسحيه، ما يبقاش ثابت معاكي، ان انت تحطي وتمسحي تحطي وتمسحي لحد ما تتعلمي وتاخدي عليه. وكمان ينفع لو انت عايزه ترسمي رسمه وتظبطيها ومش عارفه، ممكن ترسمي بيه هو الاول، بعد كده تجيبي بقى الايلاينر بتاعك اللي هو الثابت وتروحي جايه عايده عليه. فهو حلو جدا في كده للمبتدئين، ان هم يعيدوا ويزيدوا فيه براحتهم لحد ما يتعودوا عليه. انما لو انت مش مبتدئه او حابه حاجه بالمره، لا مش هو مش احسن حاجه، مش واو يعني. هو في هو مستو ان هو بيثبت، بس اتفقنا لو جه عليه ميه زي ما انت شفتي كده، هو ما بيهببش ما بيطبعش، بس هو مشكلته ان هو ما يمشيش كمان مع البشره الدهنيه. فكمبتدئه او عايزه تتعلمي، فهو يبقى واو معاكي، حلو جدا في التعليم، حلو جدا في ان انت لسه حاجه بتجربيها. انما لو كده لا، ما انصحكش بيه خالص. بس كده يا بنات، كده انا قلت لكم رايي فيه، قلت لكم مميزاته، قلت لكم عيوبه، قلت لكم طمنه، قلت لكم كل حاجه تخصه، حاولت ان اجمع لكم الحاجات اللي هي بتزاولكم فيه، وقلت لكم اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه قبل ما انسى، ان انت لازم تحطيه كده تمام عشان ما يفضاش منك، وانت بتستخدميه تدوسي عليه جامد عشان ما يقطعش منك، واما تستخدميه لازم تقفلي الغطا بتاعه عشان بينشف لما بيتعرض للهواء. بس كده يا بنات، ده كان الريفيو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في ريفيو جديد وفي حلقه جديده مع سوبر نينو.